ستافروس أكريبيدس ده لاعب مصري بيلعب في برينتفورد الإنجليزي تحت 23 سنة. هو حاصل على الجنسيتين القبرصية والمصرية وهيكون معايا حالا عبر زوم نتكلم معاه نعرف بيعمل ايه في برينتفورد، سافر ازاي، بيشتغل ازاي، بيشارك في ايه، عشان نعرف كمان هل ممكن يبقى ليه دور الفترة اللي جاية مع المنتخب المصري ولا لا. يلا بينا تعالوا نشوف. يلا مساء الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري. الله يخليك، شكرا. قولي بقى ايه الحكايه، احنا سمعنا اسمك وعرفنا تالقك وعرفنا اجادتك بس ما نعرفش انت امتى تحركت من مصر، امتى تواجدت في اوروبا، مسيرتك مع الفرق اللي انت لعبت فيها حتى توصل لبرينتفورد، اشتغلت ازاي الفتره الماضيه عشان كمان نتوقع او نتفائل انك تبقى موجود مع منتخب مصر الفتره اللي جايه. يا رب يا رب. انا اتمنى اول حاجه اتمنى العب مع مصر، عشان بجد انا حتى لو انا عايش بره مصر انا بحب مصر كتير، واتمنى العب مع المنتخب والعب مع صلاح وكل اللعيبه اللي بيلعبوا في المنتخب دلوقتي. بس انا كنت عايش في اوروبا طول عمري، يعني انا اتولدت في قبرص، قعدت هناك 15 سنه ورحت لانجلترا عشان العب كوره، يعني سبت كل حاجه ورا، حتى ابويا وامي يعني سابوا كل حاجه وشغلهم كله عشان الكوره. فرحت انجلترا لما كنت 15 عشان اعمل اختبارات في ارسنال، وبعدين يعني ما نجحتش عشان كان عندهم لعيبة كتيرة وكانت الدنيا صعبة بالنسبة لي أمشي من بلد لبلد. فابتديت من فريق اسمه بورهاموت اللي هما في الليج الخامس في إنجلترا، ولعبت سنة معاهم، وبعدين برينتفورد شافوني من هناك فكلمت مع برينتفورد قال لي تعالى العب معانا. حاليا دلوقتي أنا ما بلعبش مع برينتفورد، أنا مسيب مع برينتفورد، مش عند برينتفورد. أنا لسه راجع من مصر دلوقتي في ايطاليا، ولسه رجعت من مصر النهارده. انا يا بروح رحت مصر عشان عائلتي وكله، بس اهم حاجه بالنسبه لي انا رحت مصر عشان العب كوره بس. طيب انا سؤالي ليك، انت موجود في مصر عشان تلعب في فريق مصري ولا انت موجود في مصر مجرد اجازه؟ هو كان اجازه بس قررت اروح اجرب في فريق مصر كمان. تتدرب فين معلش؟ ما سمعتش. في الزمالك. في الزمالك؟ ايوه. يعني انت رحت اتدربت في الزمالك، حد قعد معاك اتكلم معاك قال لك ممكن تبقى موجود في الفريق الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله. المفروض يعني عملت اختبارات كله. عملت ترايلز وفرحانين بيا. ايوه. وقالوا لي يعني عايزيني اجي تاني. فعشان انا كنت ابدي تذكره النهارده فما كنتش اقدر اقعد اكتر من كده، عشان انا كنت اكتر من شهر. ومش كويس عشان الفيتنس بتاعي، فانا قلت لهم انا لازم ارجع عشان عندي بروجرام ما ينفعش اسيبه. مين قعد معاك في مين قعد معاك في نادي الزمالك؟ كابتن تامر. كابتن تامر دونجا. كان في كباتن كتيره بصراحه. كابتن عصام مرعي قعد معاك كويس بالاسامي. اتفضل. كابتن عصام مرعي. ممكن ما بصراحه كان في اسماء كتيره. طيب انت بتلعب في مركز، بتلعب في مركز ايه اصلا؟ انا بلعب مركز 6. مركز 6؟ ايوه 6، وسط مدافع. ليه طيب ليه قررت ليه قررت تسيب اوروبا، او ليه خدت خطوه انك ترجع مصر تاني؟ والله زي ما قلت لحضرتك اللي انا بحب مصر، ويعني الخطوه دي مش وحشه بصراحه بالنسبه لي، يعني ممكن اللعيبه تانية بيقولوا اللي نقعد في اوروبا كده، بس انا قلت اجرب في الزمالك يعني اوري نفسي، انا نفسي اوري نفسي واعرف الجمهور من مصر، اعرفهم انا مين، وكنت عايز ابقى جنبيهم. انت عندك كام انت عندك كام سنه دلوقتي؟ 21 سنة. هل لعبت في أي منتخبات ناشئين في قبرص؟ لعبت في قبرص تحت 15 سنة. بس لما مشيت والدنيا يعني اتلخبطت شوية مع المنتخب بتاع قبرص، عشان هما بيركزوا في اللعيبة اللي كانوا في قبرص. بس
انا قلت يعني اجرب المنتخب مصر، يعني مو عندي تشانس اجرب المنتخب بتاع يونان نادي عشان ادي الزمالك، باسبور الجزائري. نادي الزمالك بلغك امتى ممكن يكلموا معاك تاني عشان تمضي التعاقد معاهم؟ هم قالوا اسبوعين بالكتير، اسبوعين. هو الوكيل بتاعي المفروض يتكلم كابتن امير، فانا مستني مكالمة من الوكيل بتاعي، يعني لو هو قال لي روح بكره هروح بكره، ما عنديش مشكله. عظيم. ستافاروس أكرافيتيس لاعب برادفورد الإنجليزي السابق والمرشح للانضمام لنادي الزمالك، أنا مشكورك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.